إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في محكم التنزيل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأشهد أن سيدنا وقدوتنا وإمامنا وقائدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على رسولنا المصطفى الأكرم. كلما تضوع مسك وفاح، وغرد بلبل وصاح، وطار حمام وناح، وظهر بدر ولاح، صلاة دائمة سرمدية إلى يوم نلقى الله العزيز الغفار. وارض اللهم عن ساداتنا وأئمتنا الحنفاء الأربعة الخلفاء ذوي القدر العلي والشأن الجلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أئمة الهدى وأعلام التقى ومصابيح الدجى. من تلقى منهم تقل: لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري، تروى وتشبع من سيماء طلعتهم، بذكرهم ذكروك الواحد الباري. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. يقول الحق الجليل في محكم التنزيل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى وطد بين الناس الصلات وألف بينهم في العلاقات، فجعل من كل شيء زوجين اثنين لعلكم تذكرون، وأرسى للأسرة قواعد الألفة والمحبة، ودعمها بتعليماته الربانية وتوجيهاته السامية لأجل حصول السكن الروحي وإيداع الألفة والمحبة والمودة بين الزوجين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحبابي الكرام، الأسرة المسلمة لا بد إذا ما أرادت تحقيق السعادة أن تعتمد خطوات لها في طريقها، كي تتبوأ المكانة السامقة التي يرضاها لها مولاها سبحانه وتعالى. لابد أن تشحن نفس الزوجين بالمعنويات، وأن تشحذ بالهمة العالية. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. النفس تحتاج إلى سبر غور وكشف عن درر هذه السعادة التي تتطلع إليها النفوس وتشرئب إليها الأعناق، لأن بالمقابل ما يمكن أن يتصور في حالة انعدام السعادة من الزوجين هو أن تبث بينهما كل أواصر الضغينة والشحناء والجفاء والدهناء، وعندها يضرب الزوجان أخماسا في أسداس بعد أن يفترقا بكلمة صغيرة في لفظها لكنها عظيمة عند الله في ثقلها، وهي كلمة الطلاق. لأجل هذا أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يرسم للناس حدودهم في تشكيل هذه الأسرة التي يكون من مظانها التآلف والسعادة. فقال عليه الصلاة والسلام:
خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فيا ترى يا أحبابي الكرام، ما هي الأمور والخطوات التي من شأنها أن تحقق الوئام والسعادة والانسجام والألفة بين الزوجين؟ أول هذه الأشياء ونتحدث عنها في 11 خطوة بإذن الله عز وجل، أولى هذه الخطوات أو الآداب حسن العشرة بين الزوجين، أن يتفهم الزوجان بعضهما البعض دون مواربة، دون إحداث لمشاكل معينة من شأنها أن تؤدي إلى الانفصام. لا بد من العشرة الجميلة والتي يستقيانها من واقع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا أحسن الإنسان عشرته في هذه العلاقة مع زوجته والحال ينصب كذلك على الزوجة تجاه زوجها، فإن السعادة لن تضل طريقها نحو كينونة هذه الأسرة المسلمة. أما الأدب الثاني بعد العشرة وحسنها، فهو أن يقف الزوجان من مسألة أسرار البيت موقف المترصد، فلا ينبغي على كل منهما أن يبادر فورا بإفشاء الأسرار المكتومة والمنطوية تحت لواء هذا البيت الصغير، أن ينشر هذه الأسرار المتعلقة بهما خارج البيت. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها ثم ينشر سرها. رواه الإمام مسلم. ومعنى يفضي أي أن يختلج حديثه معها شيء من الأسرار الخاصة، يخبرها به، يخبرها بسر معين، فلا ينبغي أن تكون خراجة لهذه الأسرار سواء بالمعنى المعنوي أم الحسي، وإنما عليهما أن يكتما هذه الأسرار لعل في إفشائها هدما لهما من حيث لا يشعران. فلينتبه كل مسلم وكل مسلمة أن يحترز من إفشاء هذه الأسرار الخاصة في كل شيء من متعلقات حياتهما. الخطوة الثالثة نحو السعادة الأسرية تكمن في التدرج في حل المشكلات وعدم اللجوء إلى آخر الدواء إلا عند أحلك الظروف، وآخر الدواء هو الطلاق. قال الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالمرء عليه عندما تبتدره مشكلة في البيت بينه وبين امرأته أن يبدأ بخطوات متدرجة، لا يلجأ هكذا إلى آخر الأمر، بل يتأنى، فلعل زوجته قصدت بكلمة قالتها فيه وفي شأنه، لعلها قصدت أمرا آخر، فلتحمل ما قالته على محامل عدة، وإن وجدت أن هذه المحامل كلها قد نفدت فلم نفسك، فلعلك أنت لم تستوعبها. فالتدرج في حل المشكلات مهم حتى لا يطرأ ما لا يحمد عقباه فيما بعد. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود وابن ماجة. الخطوة الرابعة في آداب الحياة الزوجية معاشرة الزوجة بالمعروف وإعفافها عن الحرام. فكثير من الناس سيما الأزواج الذين تزوجوا حديثا ربما لا يعرفون أصول المعاشرة الزوجية، وأعني بها معاشرة الفراش، فهؤلاء إن لم يعفوا زوجاتهم فلا تسألوا عن خروجهن بعد ذلك عن جادة الصواب. فليفهم كل مسلم أقبل على الزواج أو هو مقبل على الزواج أن امرأته تحتاج منه إلى ما يحتاج منها، فلا يمنعنها حقها حتى لا تتغير النفوس على بعضها. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك، أي لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وأعلم بل وتصلني أنباء عن كثير من الشباب المتزوجين أنهم انفصلوا بعد أقل من سنة، وربما بعد أقل من أسبوع من زواجهم. والسبب، وقد حكى لي بعضهم ذلك، يقول: ارتعت أو تروعت من زوجتي، خفت منها، خفت أن أفاتحها بأمر معين فتقوم قيامتها علي، ثم تنقطع أواصر الصداقة والقرابة بين أسرتي وأسرتها فتركتها. أقول: كيف تركتها؟ بعضهم يقول: تركتها في البيت دون أن أقربها سنية كلها. والآخر يقول: تركتها إلى بيت أهلها، أي بالطلاق. فليحسن كل منا فهم هذا الأمر. للزوجة مطالب وللزوج مطالب، كل من الجنسين لا بد أن يراعيهما تجاه الآخر. قال الشاعر وهو الإمام الشافعي: وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. الخطوة الخامسة: العدل، لا سيما لمن عدد في زوجاته. العدل وعدم ظلم الزوجة في حقوقها، وعدم التمييز بين الزوجات بعضهن البعض، خاصة في الأمور المتفق عليها. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه الإمام مسلم والنسائي وأحمد. الخطوة السادسة أو الأدب السادس: الملاطفة والمجاملة، التي من شأنها أن تذهب البغضاء بين الحبيبين وأن تذيب الشحناء في علاقتهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرسي قواعد الملاطفة والمجاملة بين الزوجين، يذكر ذلك ضمن هذه الأمور في حديثه، فيقول: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو إلا أربع. كل شيء بخلاف ذكر الله هو لهو وغفلة وسهو إلا أربع: مشي الرجل بين الغرضين، وهو ما نعرفه بالسباق من مكان إلى آخر، هذا ليس فيه بإذن الله عز وجل شيء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب عائشة رضي الله عنها في المشي والسرعة والسباق عند قفولهما من إحدى الغزوات صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام وصل عمره 53 سنة وهو يسابق عائشة، فمرة تغلبه ومرة يغلبها. غلبته عندما كانت شابة يافعة خفيفة اللحم، وغلبها من عام مقبل عندما امتلأت رضي الله تعالى عنها. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. ولكن لاحظ أن هناك محترزات، فقد قال للصحابة: تقدموا، أي ليتأخر النبي صلى الله عليه وسلم آخر هذه القافلة العائدة من الغزوة، فتأخر عليه الصلاة والسلام مع عائشة وأخذ يسابقها. فقال عليه الصلاة والسلام: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو إلا أربع. قال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، ويحتاج المسلم الذي عنده فرس أو حصان أن يؤدب الفرس ويلاعبه ويراكضه ويركب عليه ويمتطي صهوته، حتى تنشأ هذه المعاني الجميلة التي عرفت لدى مخايل أمة الإسلام. الأمر الثالث قال: وملاعبة أهله. وملاعبة أهله، أي ملاطفتهم ومجاملتهم. والأمر الرابع: وتعلم السباحة. رواه الإمام الطبراني. أما الأمر السابع فهو مشاورة الزوجة: لا تكن كمن استشهد، نسي كل الأحاديث الصحاح والحسنة واستشهد بحديث موضوع، فإذا ما قيل له شاور امرأتك قال: لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاوروهن وخالفوهن. نقول له: بالله عليك، تركت الصحيح وعمدت إلى الباطل الموضوع، بل إن هناك من الأحاديث التي تثبت
مشاورة الزوج لزوجته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود: آمر النساء في بناتهن، آمر النساء أي شاوروا أزواجكم في بناتهن، أي عند الزواج، زواج البنات. فيقول الرجل: ما رأيك فلان تقدم لابنتنا فلانة، هل نقبل بهذا الرجل؟ هل لديك شروط معينة؟ هذه المشاورة حسنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أمهات المؤمنين، ولا أدل على ذلك من مشاورته لأم سلمة رضي الله عنها يوم الحديبية، عندما شاورها ماذا يصنع؟ فقد أمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا، وهم كانوا مزمعين الذهاب إلى مكة، ولكن حالت قريش بينهم وبين أداء العمرة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل بحلق شعره وذبح هديه، فما امتثل الصحابة بادئ الأمر لما اكتنزت نفوسهم من الهموم والغموم تجاه شروط الحديبية التي فرضتها عليهم قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أم سلمة بهذا الأمر، فقالت له: أتريد رأيي يا رسول الله؟ أخرج إليهم واطلب رجلا من رجالك ليحلق رأسك، ثم ستجدهم يفعلون كما تفعل. فقام عليه الصلاة والسلام وامتثل مشاورة زوجته حتى حصل ذلك الأمر. هذه خطوات سبع، وبقي منها أربع في الخطبة التالية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، بشيرا بالجنة للمؤمنين، ونذيرا بالنار للكافرين. صلوات ربي وسلامه عليه عدد قطر الأمطار وورق الأشجار وفيض البحار وسيل الأنهار وتناغم الأطيار، ما تعاقب الليل والنهار، صلاة دائمة سرمدية إلى يوم نلقى الله العزيز الغفار. أيها الأحباب الكرام، أما الأدب الثامن فهو طاعة الزوج، هو موجه إلى الزوجات. طاعة الزوج أمر واجب على كل امرأة لها زوج أن تطيع زوجها، فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت، رواه الإمام أحمد. أما الأمر التاسع فهو حفظ الزوج، حفظ الزوج في عرضه وماله ونفسها. إذن هو أمر أيضا موجه للزوجات أن تحفظ المرأة زوجها في عرضه أيا كان، لا تدخل بيته أحدا أيا كان. أما الأمر العاشر فهو شكر معروف الزوج، فما أكثر ما يصنع الزوج لزوجته من معروف، من صنائع جميلة: شكرت جميلكم بحسن دمعي ودمع العين مقياس الشعور. ما أكثر ما يصنع الزوج لزوجته من إنفاق بالمال أو زيارات أو ما إلى ذلك أو مودات، فعلى المرأة أن تشكر معروف زوجها عليها. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه، هي لا تستغني عنه، رواه الإمام البيهقي. الأمر الحادي عشر فأن تتزين المرأة كلما أتيحت الفرصة لزوجها، مخالطة ذلك بالطيب ودهن الرأس، لأن الزوج يحب أن يرى امرأته في أجمل زينة دائما حتى يغض طرفه عن غيرها. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر، تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره، رواه الإمام أحمد. ثم على كل امرأة أن تعتبر بمسألة المسامحة وطلب الصفح والرضا من زوجها، خاصة إذا أوى الاثنان إلى فراشهما لينهيا يوما كاملا من حياتهما، يوم ينهيانه بالنوم، فلا بد أن تستسمح منه
وأن تصفح عنه وأن يصفح عنها أيضا إن بدر منه شيء أو بدر منها شيء تجاه كل منهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، وهي مسألة قبول الصلاة إذا صلت المرأة. اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد آبق مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. رواه الطبراني بإسناد جيد. أحبابي الكرام، إن امتثلنا هذه الأخلاق الإسلامية وتخلقنا بهذه الآداب الربانية والنبوية كانت الأسر تعيش في سعادة بالغة وفرحة عارمة يغبطهم عليها كل أحد من الناس. فبادروا بارك الله فيكم بحسن المعاشرة بالزوجات، سواء من كان زواجه قديم العهد أم كان زواجه حديثا. وكذلك على النساء أن يحرصن على تقوى الله والخوف منه إزاء الأزواج. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، يا ذا القوة التي لا تضام، أن توفقنا جميعا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمن روعاتنا وخفف لوعاتنا واستر عوراتنا واغفر زلاتنا واكشف كرباتنا. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم أصلح بين الأزواج، اللهم أصلح بين الأزواج، اللهم أصلح بين الأزواج، وانشر بينهم السعادة والوئام والألفة والانسجام، يا ملك يا علام يا رحيم يا رحمن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على وافر آلائه ومننه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.